ضمن خطط المسؤولية الاجتماعية بشركة عبد الصمد القرشي، قام وفد من الشركة بزيارة لمصنع كسوة الكعبة المشرفة للتعرف على آلية صناعة ثوبها، والذي يصنع من الحرير وتوضع عليه الحلل التجميلية من خيوط الذهب والفضة، وتستغرق صناعته 8 أشهر تقريبا. كسوة الكعبة تمثل جزء مهم لكل مسلم، وتعتبر يعني من مصانع المهمة جدا لزيارتها. طبعا حنا بتوجيهات من سعادة الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عبد الصمد القرشي اعتمدنا تنفيذ زيارة لمصنع الكسوة للاطلاع على الجهود التي تقدمها الدولة حفظها الله من خدمات كبيرة وجبارة لخدمة الحرمين الشريفين، ومنها كسوة الكعبة المشرفة. وبعد الانتهاء من التجول في المصنع، اجتمع وفد شركة عبد الصمد القرشي بالمدير العام لمصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة، حيث تم التقاط الصور التذكارية. المصنع حقيقة يمثل فخر لكل مسلم وفخر لنا كسعوديين حقيقة لما لمسناه وشاهدناه من تطور كبير واهتمام وعناية بصناعة كسوة الكعبة المشرفة.